كتير سنين مرت من حياتنا لحتى تعلمنا إنه مو كل شيء نشتريه من قسم المواد الغذائية صالح للبكاء. للأسف معظم الترند اللي عم يصير لهي السنة ومعظم الفيديوهات اللي عم بتكون على اليوتيوب عم بتسلط الضوء على أكلات مش صحية وتحديات الأكل، مثل أنا سمعت من فترة على اليوتيوب إنه إذا بتاكل أنت 20 وحدة برجر بمدري كم ثانية رح أنت تكون ترند لهذا العام. لك هو من قال إنه الجانك فود والتفريز والمعلبات وهي الأكلات المش صحية هي الغذاء المناسب لجسمنا؟ أنا هلأ حابة أعمل أكلة صحية، شجعكم وتشجعوني إنه نحن نبلش بداية سنة جديدة بأكل صحي. خلونا نشوف شو عنا لنعمل أكل هيك تكون على كيفكم. هو شوي ناقصنا مكونات، شو رأيكم نروح نعمل شوبينج ونتسوق وبالمعية كمان بورجيكم على شو في آيلات يكون فيها أكل صحي. يلا وهلأ رح ناخد الترولي اللي هي عربة التسوق. هاد قسم الخضرة والفواكه الفريش اللي رح نحتاج منه لطبختنا، بروكولي، جزر، فطر، فليفلة وبندورة ودرة. هون قسم الألبان، أنا بحب هالنوع، طيب وسعره مقبول. طبعا في أنواع تانية فيكن تختاروا حسب النوع والسعر اللي بيناسبكن. أما عن الزبدة في نوعين، واحدة مملحة والتانية بلا ملح. في نوع تاني كمان من الزبدة كمان سعره أقل ومرتبة. قسم البيض من أهم مأكولاتنا اليومية بالذات على الفطور، كمان رح أحتاج الدجاج لأكلتنا اليوم. أنا وعائلتي من محبي الحليب مثل أغلب الناس لأنه مصدر للكالسيوم ومعادن كتيرة. أقسام كتيرة من لحمة وسمك، في لحمة قطع وفي مفرومة وفي كمان لحم بعضمه. أنا مجربة عدة أنواع من هالسمك الفريش، بنصحكن للي بيحب السمك وفوائده آيلي المفضل هيلثي فود. هلأ مشو معي لحتى ورجيكن قديش في شغلات من شوفان، كاكاو، حتى في كمان بذور الشيا للي بحبها. أغلب الشوكولا الموجودة بالهيلثي فود تعتمد على البروتين والسكر القليل. جربوا هذا القسم وشوفوا شو بيناسبكن، وكل ما بيعجبكن شي تذكروا مروة. ولعشاء زيت الزيتون اللي أنا واحدة منهم بهاي البلد، عندك كتير أنواع اختار على كيفك. في عندك اكسترا فيرجن وانت بتختار قوة طعمة الحدودية. نصيحة مني، الزيت فيك تستنى ليصير عليه اوفر وبتاخده بنص السعر وبكمية اكبر. احسن شيء الواحد هو عم يشتري اكل صحي يتسلاله بوحدة كيتكات. بس مو دايما بتزبط. من أرقى الأفكار الموجودة بالسوبر ماركت أكل فري وصحي للولاد. وهلأ بدنا نحاسب سوا على البرودكتس اللي جبناهن، منحطهم بهذا الجنب منشان نبلش سكان لكل منتج. كل منتج عم نشتري عليه باركود مشان نقدر نعمل سكان على الماشين. بس نخلص سكان منكبس على باي لنختار طريقة الدفع. الماشين اللي عم ادفع هلأ فيها بقدر استعمل فيها كرت البنك. بعمل سكان لكرت البنك وبستنى لأخذ الريسيبت اللي هي الفاتورة اللي لازم احتفظ فيها مع البرودكتس اللي اشتريناهن. وهي الفاتورة جاهزة وغراضنا جاهزة، مو باقي غير نحطهم بالكيس ونرجع البيت ونبلش بطبختنا اللذيذة.
أسهل طريقة إنك تاخذ الترولي على سيارتك وتحط الأغراض وترجعها على المكان المخصص. وهي أكلتنا لليوم صارت جاهزة. هالمنظر الصحي المشهي هو أفضل دواء لجسمنا.